السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. الله يسهل على الحبيبة ديالي والغنيت على قلبي، باش مما كيتمناو، اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقو ليها، اللي كتمنى الدنيا الصالحة الله يرزقها ليها، اللي ناوية شي حاجة في خاطرها زوينة الله يحققها لها يا ربي، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم، واللي مادي ديال الحنة الله يفتح عليها أبواب الخير، واللي والله يستركم ما يستر لسان من السنان، والله يحفظكم، والله يعني اي حاجه كتمنوا فيها الخير والبركه الله يرزقها لكم من حيث لا تحتسبون. واحد القاضي الله يجازيكم بالخير، واحد الانسه كتهمني بالنصب وكتحط دائما تعاليق تافهه، هادشي قبل كاع ما نحط لكم الجيميل، وهي دائما كتبقى تعلق لا نصبت على العيالات، اي وحده نصبت عليها تقول هادي انا ما كنصب على حتى شي واحد، انا ما كنصب على حتى شي واحد، انايا كنحط الوصفات اللي بغى يستافد مرحبا، واللي ما بغاش يستافد مرحبتين. اما باش انا الواحد باش وحده انا يتنوض بقى تقول لي اش خديت لك اختي، اللهم هذا انا ما خديت لك، ما كنعرفك ما كتعرفيني، الله يهديك وصافي، هادشي اللي غنقول لك، الله يهديك وصافي. المهم واحد القضيه، المهم هاد النوع ديال البشر هذا كيبغي يطلع قناته ولا كيبغي يدير الاشهار لشي شيخ، يعني هادو هما النصابه ديال بصح، كيبغي يدير الاشهار لشي شيخ ولا شي حاجه، كيجي للقناه ديالك وكيبقى ينزل زعما، وكيبغي ينزل من المحتوى ديالك، وكيبغي زعما يقلي لك السم بهاد المفهوم. ولكن الحمد لله والله لك الحمد، انا وصفتي ناجحين واعلم في خيلك ركبيه، هادشي اللي غنقول لك من الاخر. المهم البنات غندخل معاكم في الوصفه ديال اليوم لصحابه السعد الناعس، صحابه السعد الناعس، اسمحوا لي نطفي على هاد الماء. المهم صحابه السعد الناعس، اي وحده واصله لواحد العمر ما مزوجهاش، ما يعني ناقص القبول ناقص ليها بزاف 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 بزاف، كتكون في شي مناسبه عطى الله الشباب عطى الله، ولكن هي كيتزوجوا اللي صغر منها كيتزوجوا اللي كبر منها، ولكن هي مسكينه والو، ولا كتلقى مثلا ها هي راه عليها واحد القبول اللي شافها كيبغيها، ولكن باش توصل للزواج الامور ما كيتيسروش ليها. اي وحده مزوجه وفي الزواج ومراتها مع راجلها ما كيتيسروش ليها هذه المصداع والمشاكل، انا غادي نعطيك قبول اللي هو خطير، كيحيد العكس، كيحيد التابعة، كيحيد اي انواع السحر كيف ما كانوا، كيحيدهم كينحيهم، فقط ديري النية والكما الله سبحانه وتعالى، قسما بالله الا من الوصفات القديمة الناجحة 100%، وهذا الشيء راه كنقول لكم على ضمانتي. المهم الوصفة هي كتمشي عند مول الحانوت كتاخدي باكية ديال الملحة، باكية ديال الملحة كتاخديها وكتهزيها وكتخويها في شي توب يكون كيف ما كان، يعني توب كتخوي كتفرشي فيه ديك الملحة، وكتحطي عليه وسادتك وكتنعسي عليه ليلة كاملة، كتهزي داك الملح كتكبيه في التوب كتحيدي من الباكية وكتكبيه في شي توب كتفرشيه في شي توب، وهداك التوب كتحطي عليه وسادة وكتنعسي عليه ليلة كاملة، ملي غيوصل الغد الاخر ان شاء الله كتهزي داك الملح اللي فرشتي في التوب وكديريه في الكسرونة، كديريه في شي كسرونة بحال هادي. انا نعطيكم غير نموذج فقط، راه ما نتي راه خصك باكية كاملها، ندير خصك باكيه كاملها، لان هاد الوصفه هادي غادي ديريها مده 7 ايام، كل نهار كديري باكيه، كل نهار كديري باكيه، يعني خصك 7 الباكيات ديال الملح، 7 الباكيات ديال الملح البنات، كل نهار كديري باكيه. المهم هذا هو الملح اللي بتي عليه، يعني نفترض انه هو الملح هو اللي بتي عليه ليله كامله، غتهزي الحبيبه ديالي غديريه في الكسرونه، ثم بعد ذلك كتهزي وكديريه فوق النار، نشعلو النار، هانتوما كنديرو هاد الملح فوق النار،
وغنبقاو نحركوه باش انه ما يتحرقش لينا، نبقاو نحركوه باش ما يتحرقش لينا، يعني كنبقاو بحال هكا كيف ما قلت لكم باكيه كامله، كل نهار كديري باكيه، كل نهار كديري باكيه، كتحركي هكا باش ما يتحرق وما يتحرقش وباش ما يتلصقش لك في الكاسرول. نشوفوا بحال هكا كيما كتشوفوا البنات، راه اللون ديال الملح راه كيتبدل، راه ما كيبقاش لونو ابيض، حتى كيولي لونو بني، كيولي لونو بني، يعني كتبقاو هكا حتى كيولي لونو بني، وكتبقى تحركو باش انه ما يلصقش لكم في ما قلت لكم في في الكاسرونه. من بعد الحبيبه ديالي ملي غادي يبان لك اللون بني غادي تطفي عليه، غادي تطفي عليه، المهم لان الا خليتو حتى يولي لونو بني راه البنات غادي نطول عليكم الفيديو، وانا ما خصنيش نطول عليكم الفيديو. المهم انا شرحت لكم فقط يعني الوصفه كيفاش دايره، كتخلو الملح حتى كيولي لونو بني تماما، وكتبقى تحركو بطبيعة الحال باش ما يلصقش لكم في الكاسرونه. ثم كتنوضي كتلبسي عليك شي بيجامه اللي كتكون واسعه، شي بيجامه اللي تكون واسعه، ملي كنهضر لكم على البيجامه ماشي كنقصد بها السروال مع قميجه ديالو لا، وانما كنقصد به كسوه، كسوه كتكون واسعه، وكتهزيها الكاسرونه هذه وكتقديريها تحت رجليك، كديريها تحت رجليك، ثم كتهزي واحد المقراج ولا براد وكديري فيه الماء يكون فايض، الماء يكون فايض بزاف بزاف بزاف. اش غديري بداك الماء الحبيبه ديالي ملي غتلبسي بيجاما، غتهزي الكاسرونه هذه غديريها تحت رجليك طبيعه الحال، يعني ضروري البيجاما تكون واسعه، يعني الكسوه تكون واسعه، كديري الماء في المقراج ولا في شي كاسرونه ولا شي براد حتى يفيض، ملي كنقول لكم يفيض يعني يكون الماء فايض بمعنى الكلمه، يعني وصل لدرجه الغليان. ثم شنو كديري هاد الكاسرونه كيف ما قلت لكم كديروها تحت رجليكم، كتهزي داك الماء كتبقى تخويه بهذا الشكل هذا ها، وخصو يكون فايض كيف ما شوفوا، شفتوا معايا، شوفوا معايا البنات، شوفوا معايا دابا هاد الملح اصلا باقي ما، هاد الملح هذا راه باقي ما ولاش لونو بني، والماء خصو يكون فايض. علاش الماء خصو يكون فايض؟ لان داك البخار، داك البخار اللي كيطلع من الملحه وهاد الماء هذا هو اللي كيحيد العكوز وكيحيد التابعه وكيحيد اي نوع ديال السحر فيك، هذا هو المراد من هاد الوصفه هذه، هذا هو المراد ديال هاد الوصفه. هادهما شوفوا راه كيبان لك، ما عرفتش كيبان لكم البخار كيف ما كيبان لي انا، داك البخار كيبقى يطلع، داك البخار كيبقى يطلع ونتيا كيطلع معاك، كيبقى يطلع معاك من الفوق من التحت للفوق، من الفوق من التحت للفوق، ونتيا كتحاولي انك من جهه الصدر هكا كتبقى تفتحي ديك البيجامه هكا باش انه ما يخرجش حتى من جهه الصدر داك البخار. يعني هذه هي الوصفه البنات كيف ما قلت لكم. من بعد ما تسالي، من بعد ما تسالي كتهزيه، كتهزي هذا الماء هذا وكتخويه في الطواليت، كتخويه في الطواليت عادي جدا، كتسمي الله وكتقولي بسم الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكتخوي هذا العكس ديالك في الطواليت، وكوني اكيده الحبيبه ديالي بلي ان سيد الرجال غادي يتبعك، غتولي عندك واحد القبول فظيع جدا، غتولي مقبول عند الناس وبين الناس، غتولي بحال القمر يعني في عيون الناظرين، اي واحد شافك غادي يبغيك وغيولي قبول وغيولوا خطاب جايين، وامورك غتيسر سواء في الخدمه سواء في اي حاجه، في السفر في البيع في الشراء، يعني جميع الامور ديالك باذن الله تعالى غتيسر، وغادي تحيدي عليك شي حاجه، شي حاجه سميتها العكوس، شي حاجه سميتها العكوس في حياتك غادي تحيد، ديروها البنات لمده 7 ايام، مده 7 ايام اللي ايضا كتعاني من مشاكل مع راجلها، وما عرفاش يعني واش بسبب السحر ولا بسبب داس تخطط على شي حاجه ولا، فديريها الا كنتي تخططي على شي حاجه ولا دات لك شي حاجه الحبيبه ديالي، فاكيد غادي تبطل بهاد بهاد الوصفه هذه، راه غزاله، راه الملح البنات راه كيبطل اي حاجه خايبه، اي حاجه خايبه كيبطلها الملح. الناس اللي غيسولوني
غادي نعاودها كل نهار كديري باكيه، كل نهار كديري باكيه وكتعاودي نفس العمليه، كديريها في ثوب كيف ما كان وكتفرشيه في ثوب وكديري عليه وساده وكتبيتيها، وكديري نفس العمليه هذه لمده 7 ايام. ما كاينه لا تحصين لا صرف العمر لا حتى حاجه. فقط واحد الحاجه البنات، ما خصكش تكوني على يعني العاده الشهري ما تكونش عليك، خصك تكوني على طهاره باش ديري هذه الوصفه هذه، باش يعني تجمع الطهاره مع الوصفه باش يكونوا نتائج مضمونه اكثر وسريعه. وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، واللي عندها شي تساؤل ولا عندها شي حاجه تكتبها ليا في التعاليق. وتهلاو ليا في راسكم احبائي.